القح. المجتمع كينقسم دابا جوج الناس، ناس من القحيان كيتسناو ليهم القحيان يموتوا، وناس من القحيان كيتسناو ليهم القحيان هو اللي يموتوا. انا كنقمر على ما القحيانش، وانتوما تلقح هو واحد الليبرا كانوا كيضربوها فيها في السبيطار ديال الحومه ملي كنتي صغير، كيقولوا لها جلبه. شنو كتجلب؟ الله اعلم. نهار الجلبه كانت كتنوض لك شخا بالغواد ديال البراش في السبيطار، كانت كتجي عندك واحد المراه شارفه كتضرب وكتزقل. اهلا وليد، الله يصلح، تبارك الله تبارك الله، اضربوه يا ولاد. تقدر دير لك التلقيح كما تقدر دير لك التعقيم. ماشي التعقيم اللي كتسمعوا به دابا، دير داكشي نعقموا يدينا وكذا. No children. لا اطفال. هاي من هو دوك كيشطح في تيك توك مؤخرا، ولاو كيجيبوا لهم السبيطار العناصر الشابه باش تعرفوا النعمه اللي فيها نتوما ولاد اليوم. دوزو التلقيح في ابتدائي، دابا مع والد الشعب اللي دوزو في المدارس العموميه. كنتي الا قاصتك غير شوكه تجلس تغوت وتبكي نص نهار، ولكن في المدرسه لا، واخا يضربوا لك شوكه كبر من الدراع ديالك ما تقدرش تقول اي. ما عرفتش علاش تيتيز الابتدائي اصاحبي، تيتيز الابتدائي كيشوف. اي ايا شوف لي غنضرب الشوكه. مابقا شوش كتضربوها هنا. اخ ناري على شوكه قداش، ولكن ماشي بوحدي هاد القسم كامل يرجعو نتقوبل. كاينه غير هادي كيشوف تاكل منها. واخا ضرب ضرب، اصلا انا ما كنخافش منها. ما تقصحتش. اي قمر انا قوي، في العشيه نكتب لك رساله حب. شوفي شوفي واحد كيبكي في الشوكه. صافي غنضربو وحده، زيد شي وحده اخرى زيد ما تزيديهاش، وصافي نرجعو غدا. يا كترجعو غدا بعدا جيب معاك شوكه تكون كبيره حتى انا ما كنخافش انا بطل. اي قبل ما نكمل دير ديك لايك للفيديو، ابوني والجرس حتى ما بقاش كنلقى شي حاجه تشجعني ندير فيديو في السيمانة. عرفنا التلقيح ديال دابا كورونا. في الاول قال لك التلقيح ما كاينش للدواء، ما تلقاهش كاع بعد داو الكبار كيهبطو، وهادشي كله اختياري. اصاحبي بالك مع هاد المونتاج، مول المونتاج اصاحبي باش بغات تقنا الحبس. نورمالمون الناس كيخاصهم يفرحوا ويتخاطفوا على التلقيح حيت ولا فابور، ولا قال لك كاين تما كاين القلب غيديرو تما جي بي اس ميبقاو شي ولدو غيموتو بكري، وانتم عارف الاحشاء يمكن يولد ولد ولد ولد. من بعد رجعوا التلقيح شبه اجباري، محسبطوه ببعض الانشطه الترفيهيه بحال الصفر، ولكن هيهات مع من داروها مع الشعب المغربي ما بقى عنده حتى باش يمشي للحمام، اللي تا هو غيولي بالتلقيح من بعد. تجي انت تقول له الصفر، بقى يضحك. هنا غيولي التلقيح اجباري حيت غيربطوه بالخدمات الاساسيه اهمها المدرسه. بغيتي عقد الدياد خاصك تلقح، لقحتي تقرا، ما لقحتيش ما تقراش. أحرق عليكم شويه، في المستقبل غتولي ريشيرشي مطلوبه عند العداله، ما كاينش ملقح محكوم عليك بالاعدام، او البنادم مطيح بطانه غيضرب شهرين يخرج بعفو. يشدوك ما ملقحش الا ماهيش ناقه، ولكن ضربوا لك البرا بعدا هي الاولى ما يقتلوك. دابا السؤال هو علاش الناس ما بغاوش يلقحوا؟ علاش اخو باش ندير داك التلقيح؟ ويلي علاش ما عرفناش اخويا كاع شنو يكون فيه. وي انت كتشي بحكات مع خيتي مور الصرد اللي تلقح وما حشمتيش. من الاخر انا ما غاديش ندير التلقيح، وغنجمع كاع الناس اللي مبغاوش يديروا التلقيح، وغنعيشو في مدينه ولا دوله بوحدنا حيت كنشكلو الاغلبيه، وغادي نمشيو. اشكون تفضلوا؟ السلام الشاف. السلام دكتور. لا 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 ماشي تما ماشي تما ماشي تما. سلام حبيبي، هذا التلقيح ما نقدرش نقول لكم نضربوها لي حيت منطقه حساسه، خاصكم نتوما ديروه. المهم بونجورني، تهلاو فراسكم. كيما يصحابكم انا هذاك، كل شيء غادي على حسب الخطه ديالي. قول لي في كومنتار شنو الراي ديالكم على التلقيح، واش غديروه ولا ما غاديش ديروه، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. راكم ما كتبارطاجيو صح، ما كتبارطاجيو طول تحت تلقاو ديك اللعبه، بارطاجيو في ستوريات واتساب انستغرام وطاقوني باش ندوزكم، وخليو جيم وابوني وكومنتار وتهلاو في راسكم. يا زين.